السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على دي بروين، كيفاش صدم رياض محرز واختار ماني كأحسن لعاب. يعني تشوف كيفاش اللعابة اللي في السيتي كيفاش ضد رياض محرز، ضد رياض محرز دائما، وين يحوسوا على إسقاط من القيمة تاع رياض محرز. ورغم أن دي بروين شنا كيفاش كان يتلقى الفواكه والفواكه الهدايا والفواكه المقشرة من عند رياض محرز، لكن بدون اعتراف، ما يحوسوش يعترفوا به. هذو الناس ما يعترفوش برياض محرز، يحوسوا كيفاش يحوسوا بأي طرق وين رياض محرز يبينوه باللي ماشي هو الفور في السيتي، ولا كيفاش وين دي بروين يصدم وين يدير ظهره لمحرز ويختار ماني أحسن لعاب كأفضل لعاب، وين اختار اللعاب البلجيكي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي دي بروين السنغالي سايدو ماني كأفضل لعاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وين هذه خيانة بالنسبة لرياض محرز. يا ودي هذو عنصريين، هذو مش قابلين رياض محرز. أنا باقي حايل محرز وروح لباريس سان جيرمان وتقعدش معاه، خاطش هذو مش قابلينك، هذو ما قبلوكش، هذو حسدوك، هذو نتايا هذو داو الشامبيونا العام تاعهم اللي قدام، لا تجي نتايا داو الشامبيونا، كانوا هما اللي شوشو تاع النادي تاعهم، جيت انت قال لك كيفاش هذا يجي يركب من الفوق، والله ما راه راكبها، جابوها موراك. شنا لي ماست ولا لي ماست نالي يحتاجوك يلعبوا معاك، نالي ما يحتاجوش ما يلعبوش معاك، شنا كيفاش ما يبوش يلعبوا معاك. خرج ما تقعدش، انا باقي حاير انت كيما قاعد معاهم. عياوك على بالك بلي عياوك وعييت الشعب الجزائري معاك، الشعب الجزائري ولا كاره على بالك، ولا يكره ولا يخاف رياض محرز يلعب ما يلعبش، يلعب ما يلعبش، ولينا خايفين. عياوك هذو عياوك وانت عييتنا معاك. روح خرج لعب في باريس سان جيرمان تلعب قدرك، روح لأي فريق تلعب قدرك، ما تقعدش معاهم. نهار ريال مدريد انت لعبت زوج تاع لي بوست، زايد على روحك، زدت على روحك، لعبت دو بوست وما استعرفوش بيك. هاكتو ها دي بروين مين جات في الصح، ما اختاركش انت، اختار ماني. قعدت نهضر مع واحد صديق تاعنا حبيبنا، نهضر معاه قال لي لا شوبير، قال لي محرز ما لعبش كاع لي ماتش بصح هذا راه معاه. قلت لك انا شنو قلت لك هذا، قعدت كومونتي معاك دروك، قلت لك اودي هذا راه صديق تاعو يلعب معاه. صالح مين قال لك ماني. انت دي بروين عليه قلت بلي ماني، عليه قلت ماني، قول محرز احسن لاعب في انجليز. عايلة ويراج اختار اللاعب البلجيكي فريق مانشستر سيتي الانجليزي السنغالي سايدو ماني كافضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم. وقال دي بروين في تصريح نشرته الصحيفة ديلي ميرو الإنجليزية، إذا اخترت الأفضل في الدوري الإنجليزي سأقول ماني، وأعتقد أنه كان الأكثر كمال هذا العام ومع ليفربول. وأضاف لقد كان مهم، لذلك إذ اضطرت إلى اختيار شخص ما فسأختار ماني. راكم فاهمين بك هو كي اختاره باش نفهموا، بالك ما هدرتهاش في الاولى. هو من قال لهم كون نختار ماني، تما محرز ما اختارش محرز. هو وقيل دي بروين هو اللي غادي يدي 100 جوار في انجليز، وقيل والله ما شفت واحد السيت ما قريتهش ما تبعتهاش مليح، وقيل دي بروين هو اللي غادي يدي 100 جوار في انجليز، ما فهمناش لا هو ولا ماشي هو والله ماني عارف. بصح اش تعمل، هذه خيانه، هذه نتا لعاب يلعب معاك تروح تقول لهم انا الا اختاريت الا اضطرت لاختيار شخص ما ساختار ماني. يعني نورمالمون يقول لهم ساختار محرز، يعني في الحقيقه يقول لهم محرز، نورمالمون يقول محرز. صح تشوف كيفاش محرز خويا، هادو ما يبغوكش، ديروك مشاكل
ولاو داير لك مشاكل كبار كاع، وبسببهم بسببهم نتايا ما ديتش 100 جوار في لافريك، بسببهم ما ديتش عامين ضيعتها مع لايستر سيتي، زدت عامين راك مضيعها معاهم هذا تاع القاب الشخصيه تاعك. كروات اي كروات تشيلسي ولا توتنهام ولا كروات اي فريق، مانشستر يونايتد يبكو عليك اصاحبي، ارسنال ولا يبكو عليك، بصح داروا خطه جهنميه باش يطيحوك ما تطلعش والو. راك تشوف كيفاش نهار اللي تبان يرقدوك، ميم غوارديولا يرقدك، غوارديولا يقول لهم محرز محرز بصح مرقدك، يفريني يطلع عليك فرانه ما يجيبك، يجيبك راقد زي روحك يا صاحبي. روح لفرنسا ولا عاود ولي لفرنسا، عاود ولي لعب باريس سان جيرمان، فيك اي تلعب، اي تلعب ادوار متقدمه تشامبيونز ليغ، اي تلعب كاع قدام، اي تقدم دومي فينال كعاري كاليفات، قلعت مونشي الاخرى بروسيا دورتموند قلعتها، عندها فريق مليح، عندها لعابه كبار، عندها تسيير في المستوى. روح نلعب باريس سان جيرمان ما نقعدش مع مانشستر سيتي، تلعب فما شي كورت تولي تلعب لي فرونسي ولا ما يلعبوش كاع من يخافوا منك، مش كيما نقول لك ما تزوجها ما خلاها تزوج، هذه مانشستر سيتي نجيبو ديك الغنية تاع ما خلاها ما تزوج بها ما خلاها تزوج، انت ما خلاوك تلعب ما خلاوك تروح، معلقينك كاع يعطوك كوتاكو، دايرين لك تيو تاع كوتاكو تيتكتر عليك، سبالة مليا حالهم كاع طيح عليهم سبالة، وانت والله نقول لك كلمة على حسب ما نعرف، صاني كوساني ما كاش مبليسي نقول لك حاجه محرز والله ما تحط كرايك، نعطيها لخويا راك نعطيها لك انايا، نعطيها لك نعطيك اوفيسيال، والله ما تحط، والله ما يخليك، والله ما يخليك تلعب بودي، والله العظيم ما تلعبها كوساني، راه تيت راه ما راش مبليسي، والله ما يخليك تلعب بودي، والله بولا توحش بولا مع هذو، مع هذاك، مع هذا دي بروين، مع هذا ستيرلينغ، هذا اغوير، والله ما تحطك راعك كاع نهضروا الصح، ماشي انت مشي واخر منك يخلوكش تلعب، ما يعطوكش كاع فرصه باش تلعب وما يلعبوش معاك. حنا ديك خطره من قلنا باللي سيلفا دي سيلفا راه كي والو، راه كي والو دافيد سيلفا راه كي والو، راه كي والو كي والو، قلنا صايب محرز غادي يديرها، غادي يدير محرز شادر، دار ذاك اسبانيولي سياه والله وقذبت له ذاك اسبانيولي ولعب مليح، والله ما تحط كراعك، انا نقولها لك، جابوك باش يحطموك، جابوك باش يحطموك، شيطانه حاول فيها، قال لك هو وقيله هو داها، وقيله دي بروين داها 100 جوار في انجليزا، قال لك انا لقد كان شو قال اضافه، لقد كان مهم، لذلك اذ اضطرت لاختيار شخص ما فساختار ماني. ولا وين صاحبي كنت نكومونتي معاه، قال لي اختيار منطقي تماما، محرز لم يشارك كثيرا هذا الموسم، ماني كان حاسم مع ليفربول. يا ودي واه انا راني معاك صح، عطيتني كومونتي اللي عطيتني هذا الاس، راني معاك بصح شتي انت بالك ما فهمتنيش، قعدت نتشاور معاك بالك ما تفهمناش الهضره، دي بروين يلعب في ليفربول ولا يلعب في الاخرى؟ انا نعرف ناس اللي ساكنين في لا هولندا في لا بلجيك يسكنوا في المقاطعه وين يسكن دي بروين، على بالك مقاطعه تاع اكبر عنصريين، انا نقول لك كاين واحد حبيبي ما يشوف فيا توفيق هذا من القبه، يسكن في القبه وراه في لا بلجيك، قال لي السكنه تاعو، قال لي السكنه تاعو، قال لي الظهر تاع السكنه دايرها للطريق ولا فاساد دايرها من الداخل، قال لي تالمو عنصري، تالمو قال لي عنصري. الله يسهل محرز خويا، حنا المهم نبغوك، نبغوك تلعب، نبغوك منا، نبغوك منا، حاجه وحده اخرى الله يسهل. بلغنا الله والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. الله
اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير. لكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير.